يعتبر البطيخ أحد المصادر الجيدة لمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية، طبعا غير فايدته اللي كلنا عارفينها وهي الترطيب. كمان بيعزز العديد من جوانب الصحة وبيمنع بعض الحالات الصحية. البطيخ تقريبا موجود والناس بتاكله من 4000 سنة في شمال شرق أفريقيا. حط في قلبك بطيخة صيفي وتابع حلقة النهاردة وهتتعرف على أهم 9 فوائد للبطيخ وبعض الآثار الجانبية للإفراط في تناول. أعزائي متابعين قناة رعاية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات رعاية للصحة والجمال من سلسلة التغذية. حلقتنا النهاردة عن فاكهة صيفية مهمة جدا وهي البطيخ. النهاردة هنتكلم عن 9 فوائد للبطيخ و4 أضرار وآثار جانبية، خليكم معانا. البطيخ غني بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة. بيحتوي الكوب الواحد من البطيخ اللي بيعادل 152 جرام على 46 من السعرات الحرارية، 11.5 جرام من الكربوهيدرات، الألياف 6.1 جرام، السكر 9.5 جرام، البروتين 9.1 جرام، والدهون 2.1 جرام. كمان عنده فيتامين A 5% من القيمة اليومية للجسم بيحتاجها، وفيتامين من سي 14% من القيمة اليومية، والبوتاسيوم 4% والمغنيسيوم 4%. كمان البطيخ بيعتبر مصدر غني بالسيترولين، وده حمض أميني بيحسن من أداء التمارين، وعنده مضادات أكسدة تتمثل في فيتامين سي والكاروتين والليكوبين. مركبات ديت بتساعد في مكافحة الجذور الحرة اللي مع الوقت بتسبب الأمراض المزمنة زي السكري وأمراض القلب والسرطان. الفايدة التانية ترطيب الجسم. والترطيب الكافي للجسم بينظم درجة الحرارة وبيحسن من وظيفة الأعضاء الداخلية وبيوصل المغذيات للخلايا. الترطيب بيحصل بشرب المية بشكل كافي أو بتناول أطعمة محتواها المائي عالي زي البطيخ. البطيخ محتواه 92% مية، وبالتالي هو خيار رائع لترطيب الجسم. كمان غير المحتوى العالي من المية، عنده كثافة منخفضة من السعرات الحرارية، وده اللي بيخليه عنصر مهم جدا مع الناس اللي عايزة تقلل الوزن بتاعها. الفايدة الثالثة انه له اثار مضادة للسرطان. كتير من المركبات النباتية اللي موجودة في البطيخ زي الليكوبين والكوكربيتاسين اي ليها تأثيرات محتملة مضادة للسرطان. في احدى الدراسات في قسم الاقتصاد المنزلي في كلية لاهور للبنات في جامعة لاهور بباكستان، ربطوا ما بين تناول الليكوبين بانخفاض خطر الاصابة ببعض انواع السرطانات زي سرطان البروستاتا والقولون والمستقيم. ارجعوا السبب في ذلك ان الليكوبين بيعمل عن طريق خفض مستويات الدم من عامل النمو الشبيه بالانسولين اللي هو بيطلق عليه الاي جي اف، وده هرمون بيعزز انقسام الخلايا. وطبعا احنا فاهمين ان السرطان بيتشكل لما بيصبح انقسام الخلايا غير قابل للسيطره. بالاضافه الى الليكوبين، الكوكربيتسين اي بيمنع نمو الورم عن طريق تعزيز الالتهام الذاتي للخلايا السرطانيه. الالتهام الذاتي هي عمليه بيقوم بها الجسم بيزيل فيها الخلايا التل. البطيخ بيحسن من صحة القلب. في نفس الدراسة السابقة بجامعة لاهور أشارت إلى أن الليكوبين بيساعد في خفض الكوليسترول وضغط الدم، وده بيساعد في منع الضرر التأكسدي اللي بينتج عن ارتفاع مستويات الكوليسترول. البطيخ كمان عنده سيترولين وهو حمض أميني بيزيد من مستويات أكسيد النيتريك في الجسم. أكسيد النيتريك بيساعد الأوعية الدموية على التوسع، وده بيخلي ضغط الدم ينخفض. الفيتامين والمعادن الأخرى اللي موجودة في البطيخ بتفيد القلب بما فيها المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين A وبي 6 وفيتامين C. فايدة رقم 5 ان البطيخ بيقلل الالتهابات والاكسدة. الالتهاب ده سبب رئيسي للعديد من الامراض المزمنة. المزيج اللي موجود في البطيخ من مضادات الاكسدة مع الليكوبين وفيتامين سي بيقلل الالتهاب ويمنع الاضرار التأكسدية. في دراسة تانية بقسم التغذية بكلية الطب والعلوم الصحية في ماليزيا، استمرت 8 اسابيع 31 شخص كانوا بيعانوا من السمنة وعلامات الالتهاب تناولوا 500 ملي جرام من فيتامين سي مرتين في اليوم، وبالتالي ظهر عليهم انخفاض كبير جدا في علامات الالتهاب مقارنة بالمجموعة الضابطة اللي معاهم اللي ما كانوش بياخدوا فيتامين سي.
الفايدة الستة ان البطيخ بيساعد في منع التنكس البقعي. مركب الليكوبين اللي في البطيخ ليه فوائد كبيرة جدا للعين. الضمور البقعي المرتبط بالعمر مشكلة شائعة في العين بتسبب العمى عند كبار السن. الليكوبين كمركب مضاد للأكسدة ومضاد للالتهاب بيمنع ويثبط الضمور البقعي. في احدى الدراسات بقسم طب العيون في مستشفى كريستيان بتايوان اجريت على الانابيب الاختبارية عالجت خلايا العين بالليكوبين، قللت من قدرة العلامات الالتهابية على اتلاف الخلايا. بس لازم نحط في اعتبارنا ان الابحاث دي محتاجة ابحاث بشرية بشكل ضروري علشان تثبت او تنفي قدرة البطيخ او الليكوبين تحديدا على حماية العين. الفايدة السابعة تخفيف وجع العضلات. سترولين وهو حمض أميني موجود في البطيخ بيحسن من أداء التمارين ويقلل من وجع العضلات، ويعتبر السترولين أحد المكملات المتوفرة للرياضيين. في إحدى المراجعات بقسم التغذية وعلوم التمارين في جامعة ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية قالت إن تناول السترولين بانتظام لمدة 7 أيام على الأقل بيؤدي إلى تحسين الأداء عن طريق زيادة إنتاج الجسم لأكسيد النيتريك. أكسيد النيتريك بيساعد في توسيع الأوعية الدموية، وبالتالي القلب مش هيحتاج للعمل بجهد علشان يضخ الدم أثناء التمرينات. بالإضافة لكده أشارت بعض الأدلة إلى أن البطيخ نفسه وليس فقط السترولين بيساعد الجسم بعد التمرين. في إحدى الدراسات القديمة في جامعة إسبانية إدوا للرياضيين عصير بطيخ عادي وعصير بطيخ ممزوج بالسترولين ومشروب المية. أدى كل من المشروبين البطيخ والبطيخ الممزوج بالسترولين لتقليل ألم العضلات وتعافي أسرع لمعدل ضربات القلب. الفايدة الثامنة انه بيساعد في صحة الجلد. بتعتبر الفيتامين A و C الموجودين في البطيخ مهمين جدا لصحة الجلد. احنا عارفين ان فيتامين C سواء عند التناول او وضعه بشكل موضوعي على الجسم بيحفز انتاج الكولاجين، وهو البروتين طبعا اللي بيحافظ على نضارة البشرة وقوة الشعر. في احدى المراجعات بكلية العلوم الصحية بجامعة نيوكاسل في استراليا قالت ان تناول كميات اكبر من فيتامين C او المكملات الغذائية اللي بتحتوي عليه بيقلل من فرص ظهور التجاعيد والجلد الجاف. وفي احدى المراجعات الاخرى في المركز الطبي للعناية بالجروح في نورث كارولينا في الولايات المتحدة الامريكية وجدوا ان الحيوانات اللي كانت بتعاني من نقص فيتامين A عندها ضعف في التئام الجروح مقارنة باللي كانت بتتغذى على نظام غذائي متكامل فيه فيتامين C. الفايدة التاسعة البطيخ بيحسن من عملية الهضم. طبعا البطيخ بيحتوي على نسبة كبيرة من المية وكمية صغيرة من الالياف، والاتنين دول ضروريين لعملية الهضم الصحي. الألياف بتحافظ على انتظام الأمعاء، وفي نفس الوقت المية هتنقل الفضلات عبر الجهاز الهضمي بكفاءة أكبر. في دراسة استقصائية في كلية العلوم الصحية في أنقرة بتركيا أجروها على حوالي 4561 من البالغين كانوا بيعانوا من انخفاض سوائل وانخفاض تناول الألياف، ودول لقوهم أنهم أكثر عرضة للإمساك. وزي ما اتكلمنا على الفوائد، في بعض الاثار الجانبيه لتناول البطيخ. في الحقيقه تناول البطيخ بكميات معتدله ملوش اي مخاطر صحيه، لكن بتبدا تظهر الاثار الجانبيه مع الافراط في تناول البطيخ. اول حاجه من الاثار الجانبيه الشائعه للافراط في تناول البطيخ انه ممكن يؤدي الى الاسهال وبعض المشاكل الجهاز الهضمي الاخرى. كمان ممكن يؤدي الافراط في تناول البطيخ لزياده مستوى السكر في الدم، وبالتالي يجب على مرضى السكري ان هم يستشيروا الطبيب قبل تناول البطيخ يوميا. الخطر الثالث من الافراط في تناول البطيخ انه ممكن يسبب خطر الاصابة بالتهاب الكبد، وده بيحدث في حالة واحدة فقط اذا كان الشخص من المدمنين للكحول، لان الليكوبين يتفاعل مع مادة الكحول فيزيد من فرص التهاب الكبد. الخطر الرابع ان الافراط في تناول البطيخ ممكن يسبب مشاكل في القلب والاوعية الدموية، وده بسبب ان البطيخ بيحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم، والإفراط في كمية البوتاسيوم في الدم ممكن يسبب مشاكل للقلب والأوعية الدموية. وقبل نهاية حلقتنا بنحب نفكركم ان جميع مصادر معلوماتنا هتلاقوها في وصف الفيديو، وممكن تشرفونا بزيارة موقعنا www.riaya.com وهتلاقوا الرابط بتاعه في الوصف. نتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وزي ما تعودنا اي استفسارات ياريت تكتبولنا في التعليقات وهنجاوب عليها. ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك وشير وتشتركوا معنا في قناة رعاية علشان تتابعوا معنا كل جديد عن عالم الصحة والجمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.